طبعاً نجوى في ريفيوز عالية جداً على الفيلم بتاعها، وأنا أتوقع إن شاء الله جرعة قوية من التلميح للقضية الفلسطينية من داخل قصة لاف ستوري قريت عنها واسمها. أنا جاي فعلاً أشوف الفيلم، ولولا أن أنا عايزة أقول لنجوى وهنيها وأقولها مبروك على فيلم بين الجنة والأرض الفيلم الفلسطيني، ما كنتش عديت على الريد كاربت أصلاً، كنت هدخل على طول مع الجمهور العادي. عايزة النهاردة أن هدخل أشوف فيلم المخرج نجوى نجار، صديقة من فلسطين، مخرجة مهمة، ومتحمسة جداً لفيلم بين الجنة والأرض، ومتوقعت له يكون فيلم كتير جيد إن شاء الله. والله أنا بحب جداً المخرجة نجوى نجار، أفلامها كلها بتبقى مترشحة لجوائز ومهرجانات كبيرة، فبالتالي كنت مهتمة جداً أن أحضر هذا المهرجان وأتفرج على فيلمها. نحن عايشين في فلسطين، فكنت عم بحاول أجيب قصة اللي تعطيكم هيك لمحة عن حياتنا ولمحة عن عدة، وأنا الأشياء اللي أنا كمان بشوفها وإيش أنا بشوف. أنا أخذت رحلة على قرية إكرت، وهناك لقيت الفلسطينية اللي ضلهم في فلسطين التاريخية والسوريين اللي كانوا في جولان المحتل، وهدول الفلسطينية والسوريين الموجودين شوي منسيين، فقصتهم وشو هن عملوا وكيف، يعني هذا كان مهم لإلي، وكيف نحن مطلقين من بعض، كيف نحن عم بيحاول الاحتلال يطلقنا من بعض، ونحن مش رح نسمح لهالشي. فهي قصة حب عن طلاق.